السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. لأول مرة تشوفوني هيسعدني ويشرفني إن انتوا تتابعوني قناة طبخ ومعجنات وأحلى حلويات. شوربة العدس من الحاجات الحلوة قوي الجميلة اللي في الشتاء بالذات بتدفي، فيها عناصر غذائية كتير جدا مفيدة، مش هنتكلم عليها عشان هتاخد وقت طويل. هنعملها بطريقة ما تتعبش المعدة وتكون خفيفة وأحسن طعم. أول حاجة، في عندي حلة فيها حوالي معلقتين زيت أو سمنة على حسب ما بتطبخوا أو زبدة. حطيت فيها بصلاية أكبر من الوسط، وقرن فلفل حلو أحمر، لو أخضر مفيش مشكلة، وحطيت كمان قرن شطة، وحطيت كمان جزر، حباية جزر وحباية طماطم، حباية بصل، حباية جزر، حباية طماطم، حباية فلفل رومي أو حلو، وقرن شطة كمان. كلهم بنحطهم في وقت واحد، بتفرق كتير لما بنحطهم في وقت واحد عن ما بنحطهم بالتدريج، البصل الأول وبعد كده الطماطم أو نسبك كده، هيتحمروا مع بعض وهيدوا طعم حلو قوي مع بعض، ومش هيكونوا حامين على الصدر، هيكونوا شبه ني في ني، وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين بدأت السوائل تتشال منهم، كأني بشويهم في الحلة. يعني أنا كأني بحاول إن أنا أشويهم في الحلة، مفيش سوائل تقريبا كتير فيهم، وزي ما احنا عايزين دبلو كده. حطيت بعد كده كوباية تقريبا من القرع، دي جميلة جدا لما بتضاف للعدس، البديل بتاعها ممكن البطاطا الحلوة. منصحش بالبطاطس أو البطاطا العادية لأنها بتزيد النشا في العدس. القرع أحسن كمان من الكوس. توابل العدس معايا معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقتين من الكزبرة الجافة، دي أنسب توابل بتتحط على العدس. في مكون تاني اللي هو معلقة صغيرة من الكاري، جميل جدا الكاري، من الحاجات اللي طعمها بيبقى حلو قوي مع العدس، لو محدش جربه جربوه. وهشوح دول بس، يا دوبك كده ريحة التوابل تطلع مع ريحة الخضار. وبعد كده نزلت بحوالي ربع كيلو عدس، أقل أكتر مش هيفرق، أنا أحيانا بعملها بـ100 جرام عدس أو 50 جرام عشان أعمل شوية صغيرين على القد. وهنقلبهم بس مش أكتر من دقيقة العدس مع الخضار وبعد كده بنزل بمية سخنة عشان بس أسرع عملية الغليان، ممكن مية عادية بس المية السخنة هتكون أفضل ليا. وبسيبهم وبراقب، لأن أكيد المية دي هتنقص لما العدس يبدأ يشرب. في الوقت جبت عيش وقطعته بالمقص أو قطعته عادي، حطيت عليه شوية زيت، ممكن زيت زيتون زيت عادي، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة بصل بودرة، وكمان أي توابل تانية أو أي عطور بتحبوها. أنا حطيت أوريجانو شوية، وهخمسك الرز سوري العيش وهتعك مع بعضه كده. ممكن نعمله على البوتاجاز في طاسة، ممكن نعمله في الميكرويف، ممكن انا كنت فاتحه الفرن فحطيته في الفرن، في كذا طريقه. لو انتوا مش فاتحين الفرن اعملوه على البوتاجاز. جيت على العدس بعد كده لقيته اتشرب الميه، لازم نراقب العدس عشان ما يلزقش، يفضل الحله اللي بنعمل فيها العدس تكون حله تقيله. خلاص مع الوقت العدس خلاص بدا ان هو يستوي، ولقيت الخضار اللي فيه بقى لين، بناخده على الخلاط ونخلطه، او زي ما احنا عاملين بالهاند بلندر بنعمله، او بمصفى لو ما فيش حاجه زي ما امهاتنا زمان كانوا بيعملوا. بظبط بعد كده انا عايزاه سميك، عايزاه خفيف، دي هترجع لكم انتوا، هتحطوا ميه لغايه لما تلاقوا السمك اللي انتوا عايزينه. هو كده دلوقتي ناعم جدا وجميل ولونه حلو وطعمه حلو، مش محتاج اي حاجه. في ناس تحط مرقه، هو مش محتاج اي حاجه. في حاجة حركة حلوة قوي، هو بعد ما بيخلص نعمل له طشة من الثوم والكزبرة، دي كزبرة جافة ومعاها ثوم هنعمله. في ممكن والدتي كانت بتعمله بالبصل أحيانا، يعني تحمر شوية بصل كده وتحطهم على وش مع حتة زبدة بيبقى طعمه حلو. ممكن تستغنوا عنها لو انتوا مش عايزين دهون كتير، بس هي بتدي طعم، لو مش عايزينها مفيش مشكلة. هنحط بعد كده الطشة بتاعت الثوم لو عجبتكم وطعمها بيبقى حلو، وهحط كمان العيش المحمص اللي هو منكه، في طعم مش مجرد عيش محمص بس، وعصرة ليمون بألف هنا، صدقوني هيبقى حلو قوي. جربوا تحطوا قرع او تحطوا بطاطا بدل البطاطس. شكرا لوقتكم وان انتوا تابعتوني.